بعد الدواور موس هدفين وكيتهدم لهم وكاين بعد الدواور لا. يعني الناس فاش كتموت تبني راه حتى كتشوف ناس اخرى كتبني عاد كيمشي يبنيو. وكان بني محبوس مره واحده ما يموت شي واحد يبني شي حاجه. قلت انا الدنيا ديالي غير طيح. كاين ميت كيتبناو على 100 متر و 60 متر اللي عنده في الملك ديالو كاع. وهادي راه مشاكل حنا حنا عمرنا غادي عمرنا حنا عمرنا غنبقى وحد. علاش؟ لان واحد الفئه واحد الفئه كتبني واحد الفئه كنهدموا ليها. علاش؟ شو الاسباب؟ الا كان القانون الزجر الزجر على كل شيء. لا الناس اسمح لي انا كنضرب شوف انا بالنسبه للساكن دوار من بعد كنشوف الهدم وكنضرب دوار من بعد وكندوز بلايص اخرى كاين مستودعات كتبنا كاين مسائل ما ما كاينش اللي ضربناهم ما كيتهدموش. فين هادشي؟ عندنا؟ اه هادو كيف سمسم ايوا خويا عليك بوكي الماء شي كاين علاش واش كاين بوكي الماء؟ قايد ولا شمس؟ شوف قايد ولا مسؤول بغا يكون يكون لا قايد ولا يكون بالبلي مشى قايد يكون بالبلي دير شي كاين الوكيل فهمتي ولا ما كاينش كاين الوكيل. اه صافي دابا شوف احنا دابا في هاد المجمع ياك غادي هيا غدوز وقت ما غادير والو. شوف القيف ما شوف انا جيتي تدخل شوف شوف الله يحفظك الله يحفظك شوف شوف الله يحفظك شوف خليني كمل تدخل شوف الله يهديك شوف من بعد ورد على عقب عليا شوف من بعد من بعد وعقب عليا الله يهديك فهمتي من بعد شوف خليني كمل تدخل شوف عندك شي عندك شي حاجه شوف سير اخويا الوكيل من بعد وعقب عليا انا نقدر نعقب عليك في اي وقت انا ما نحبش ما نحبش لا شكيك لا اسمح لي هذه حاجه كتبني انا اسمح لي وختم ما عندكش علاقه بالبني ما تهضرش على المستشفى ديال انت كاع انا وانت ديال المواطن علاش ما تهضرش عليه ما عندكش علاقه بالبني عندي علاقه سي ما عندكش علاقه عندي علاقه ما عندكش علاقه بالسلطه المحليه عندي علاقه بالمحليه عندي علاقه بالبني هنا انت في دوره كتناقش النقاط اللي كتهمك انت ديال السير شحال ديال السير هضر اشري غتولي لي شي واحد هضر هضر في تسد ديال المساطير هضر في المساطير خليتي الدومين ديالك والله حبك هضر في ما عندكش حق مع هذا الطريق اشري هضر في تسد المساطير ديالك شوف شوف كنهضر على المشاكل انا ما كنهضرش على ترسيط المساطير المشاكل ديال المشاكل ديال السلطان واش تقول انا فولاد بحمد سيري اه كاين كاين هادشي وانت واقع واقع تحداك دابا الوقت دابا الوقت تحداك وانا مش عارف كيف غادي تخرج ما غادي حتى شي حاجه شوف ما تورينيش غادي سمعني 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 خمس سنين هادي دخلنا في العام الخامس اوه عيطي مثلا وانا نتحدى لا بلاش لا شوف لا تحدى لا ما عرفتش تيام ما جيتي وتحدى بس تقول لي انا فولاد بحمد تريا وبس اه كاين تريا فولاد بحمد وبس ما كاين مستودعات اه كاين كاين وانت حد وانت شي كاين الله يرحم باك انا انا تنطلبكم دابا دخلنا في العام الخامس وكاش دور الهضره وتبقى اشري وتخليني نكمل وقت التدخل ديالك دابا لا قلتي شي حاجه اللي خطيره قلتي انه كاين خطيره ولا ما خطيره خطيره واقع انا واقع اعتمري انا واقع اعتمري انا واقع واقع المشير وانا واقع اشري اشري كلمة ديالها كما كتبنا في قيدها قلت
يا حنا وكجماعة حنايا حنا عارفين عندنا التصميم ديالنا، عارفين القوانين ديال التصميم، لأن هو التصميم الهيئة قوانين إحياء ميت، إحياء ميت، أيوا كجماعة عندك تبطال ما تبنيش، ما ديرش، ولكن حنا كنشوفوا غير المحلات القدام راه كاين اللي مسقف على القصير، القصير والله كاين اللي كتقطع عليه في الشتا، الشتا كتقطع عليه، كاين اللي عنده الدارة ديالو كلها ساعة القيد كلها حليب غدا كريم عليه غتقول له هو اللي دارو، حنا بغينا خويا الإصلاح، أشوية الإصلاح أسعد الرئيس، غير الناس ما نبقاوش حنا نجيو لهاد الدار راها دايرة شجر وموسخة، حنا ما كرهناش، أنا ما كرهناش نجيبو هذيك جي سي بي ونحيدو هذيك اللي قدامو وسبق دارو ويدارو، أم هي قادمة، أم هي قادمة، حنا بغينا الديور نجبروها كلها قيادينها. حنا بغينا شوية الإصلاح، عندنا سيدي الديور مشقوقين، عندنا الدار غادي يطيحوا، كاين اللي مسكين على القصير ديالو، قاعد صداح ولا كتقطع عليه كيبان فيه حدا باني هو. أولا المشكل أي السقوط شاد الناس الإجراءات، قالوا لي داروا داك الشيء مشاو خداو المعلومات ديالهم، مشاو كيتشاوروا في الوزارة الحضرية والعمالة غادي يتشاوروا وغادي نجيو نديرو محطة، إلى يومنا هذا ما جاوش، كان عيط ليهم كيتبع لي الخطة، الواقع هو هذا، حنا دابا بصدد غنكتبو لهم واحد الرسالة للسيد العامل والسيد المدير العام ديال الوزارة الحضرية، نقول لهم هاد الناس اللي وافقونا بالمراحلة ديالهم أولا بالآراء ديالهم، قصد اتخاذ قرار وكتبنا اليوم لا كتبنا لهم ثلاث مرات، راه زوج مرات، جاو مرة الأولى عادة، جاو ثاني داروا قال لك خاصهم يجيبوا الخبرة كاين شي حل ديال مثلا غنحاربوا ونقضيو عليه ما كاينش، دونك هذا البناء العشوائي راه فيروس، راه السلطة جريت تتعيا تغوت تتعيا يهدم الناس يريب كذا سي القيد، ولكن مع ذلك راه المبني يكون أكيد أنه كيتزاد لا في الكريانات ولا في بالنسبه للسكان ولا الناس اللي شاريين، انا مع عدم احتراماتي للسيد القائد ربما يقول لك ما كاينش، لا سيد القائد راه كاين واحد الحويجات كاين شويه ديال هذا الشيء، ما نقولوش ما كاينش كما جاوبت الاخ انا جاوبت انت انا غير سمعت ليا تقول لي هذيك كاينه محاربه البناء العشوائي ما كايناش القضاء على البناء او جرم البناء العشوائي كان البناء العشوائي غير سد الخطره كان من 2009 لدابا واش تشوفوا لي شي عندكم دابا متفق معاك علاش ماشي انت انت قائد في جماعه ديموسن محجوب اللي يعني راك غادي تحبس هادشي راه كاع القياد دازو العمال كلشي كيعرفوا هادشي راه كاين غير هو تكون بعض المراعاه بالنسبه للسكان ماشي انني نجي سيد حتى بنا مثلا وحتى جهاز وحتى حط سيما وكذا وكذا وطلعت وجهزها وكذا وعاد نجي نريب لا كاين عندي اعوان ديال السلطه كاين كذا ديكلاري ليا هاد الكلمه ديال المراعاه اللي قلتي الا جينا ندير المراعاه راه عاد كنا وصلوا راه شوف راه داكشي اللي كندوزو كل نهار اللي هنا كندوزو فيه راه ما كتعرفو نتوما والو راه كنديرو كثر من جهدنا راه داكشي راه شوف حنا عارفين بانه كاين حالات صعاب حنا باش نخرجو نريبو واش كنريبو حنا فرحانين ما يمكنش حنا كنعرفوا واش دايرين الدور ديالنا لان حتى حنا راه متبوعين وعندنا حتى حنا متفق معاك حتى تكبر عندك مسطره شنو الحاج مشاو هنا هنا كنقول لك عندك مسطره خاص تطبقها دونك هذيك القضيه ديال المراعاه هذه ما كايناش عندنا هنا ما كنخدموها دخلتي في ذاك الطريق ديال المراعاه مشي جي ديال بغيت نقول لك مثلا واحد بغى يبني ماشي حتى يبني هاتي يوقف حتى المنعوم نوقفوا المره الاولى ونريبوا له ونغبروا عليه سيمانه ونريبوا له والمره الثالثه والقوام بنيه عاوتاني باش اللي سحاب راه حنا غيتنا راه كنعلمو كنعلمو كتريبلو كتقول له اسي دخل سوق راسك كتعطي راسك سير
تغادر سيمانه ما غاديك ما دير هكا بالليل لا بالنهار هضرنا معاه بالليل جاي خمسه الخدامه سته الخدامه وخدام الصباح كتبقى واجده نوض دابا على الساعه 6 بالليل هذا ما يمكنش كنديروا حنا اكثر من الجد ديالنا غير باش تقول بانه كاين تمييز ولا كاين لا لا انا شوف باش الناس مساله التمييز ربما فهمتينا فهمتيني بطريقه مباشره عندنا بحال بحال اللي ديال العشه بحال اللي ديال الدوزي بحال اللي واحد راه زيد الدوزي واحد عنده في البلان عنده السفلي راه تشوف سي راه زيد الدوزي خرج له قرار الباب ملي غادي يخرج راه يتمثلو بحالو بحال واحد عنده عشه هذا كلشي بحال هذا تغلطوا وتغلطوا الناس وتغلطوا حنا ماشي راسي او ضدكم او لا كذا حنا فقط انا غير قلت لك القضيه ديال المراعاه انا قلت لك المراعاه اللي كنا فيها ما غاديش نولي معك ما غاديش نولي معك ما غاديش